هي ندوة في غاية الأهمية اليوم، تتحدث عن المصطلح العلمي، بوابتنا إلى معرفة العلوم وإتقانها وتمثلها فكرا وعملا ثم ابتكارا وإبداعا. العلم إن لم نوطنه في بلده بلغة شعبه بلغتهم الأم أصبح علما ناقصا ولا يستطيع المتلقيه أن يبدع فيه. الترجمة اليوم مفتاحنا إلى الازدهار الحضاري، إلى الرقي والرخاء، ولا بد من العناية بها. الندوة تعالج عادة في كل عام موضوعا هاما وحساسا في مجال الترجمة، في هذا العام خصصت للحديث عن المصطلح، لأنه كما تعلمون يعني هناك الحقيقة مشكلة كبيرة في نقل المصطلح إلى اللغة العربية من لغات مختلفة، بحيث نرى أحيانا أن المصطلح الواحد يترجم بطرق عديدة ومختلفة في مشرق الوطن العربي وفي مغربه، بل حتى يعني في بلدين متجاورين مثلا كسوريا ولبنان على سبيل المثال. ولذلك هذه الندوة ستبحث في هذا المجال وستتحدث أيضا عن العبارات الاصطلاحية ونقلها إلى العربية. ندوتنا اليوم مهمة لأنها تعطي نسغا جديدا للترجمة، ودرجة العادة في الأمم المتحدة وفي اليونسكو أن يحتفل العالم بالترجمة في 30 أيلول، هو اليوم العالمي للترجمة، مما يدل على أن هذا الاهتمام بالترجمة يعطي أهمية للترجمة ويبرز أهمية الترجمة في العالم. حاليا نصف الكتب الموجودة في العالم هي كتب مترجمة، يعني ملايين. معظم الترجمات بالعصر الحالي بسبب التطور العلمي والتكنولوجي والتقنيات الحديثة وكل هالأمور هاي بتقدم أو بتجلب معها بهالتطور هاد عدد كبير من المفاهيم الجديدة، والمفاهيم الجديدة بحاجة لتسميات جديدة، تسميات المفاهيم هن المصطلحات. وبالتالي أي مترجم اليوم بده يشتغل على الترجمة التخصصية، ترجمة النصوص العلمية، ترجمة التقانات إلى آخره، أهم شيء لازم يعرفه هو المصطلحات، يعرف عن المصطلحات كيف تتعامل مع المصطلحات وكيف يجلب المصطلحات الصحيحة حتى تكون ترجماته جيدة. مداخلتي هي في بحث يتعلق بفوضى المصطلح في المحتوى الرقمي العربي. نعرف جميعا أن المحتوى الرقمي العربي طغى كثيرا بعد انفجار ثورة المعلومات في العقد الأخير من القرن الماضي، حقيقة لم يكن خاضعا للضبط حتى يعني في نسخه الورقية قبل انفجار المعلومات. أزمت الرقمنة في العالم العربي هذا المصطلح وشتتته وبعثرته أكثر. نحاول نحن يعني أنا أحاول شخصيا من خلال مداخلتي والزملاء أيضا تسليط الضوء على المصطلح، أهميته، توحيد المصطلح في خلق بنية ثقافية موحدة للمصطلح المترجم من اللغات الأجنبية إلى اللغة العربية. هذا عامل مهم جدا يجب أن تتضافر الجهود لأجله.